بصلاحية أوسع وسلطة تنفيذ محلية، ولاة الجمهورية سيتعززون بمركزية القرار بدل العودة إلى الوصاية في بعض المجالات. هو إجراء اتخذته الحكومة لتقريب الإدارة من المواطن. هناك العديد من إجراءات الممركزة التي يمكن أن نحولها على المستوى المحلي لتقريب مركز اتخاذ القرار من المواطن ومن الأعوان الاقتصاديين لمعالجة طلباتهم بالسرعة اللازمة وبالفعالية اللازمة، وهذا أمر أصبح لا مناص منه. الإجراء الذي اتخذته الحكومة يدفع الولاة إلى الاستفادة من التفويض ويشجعهم على إنعاش ولاياتهم. القرارات التي كانت تؤخذ على المستوى المركزي تعطى للولاة وتخفيفا على الوزارات، لأن الوالي في حد ذاته هو ممثل لكل حكومة ولكل وزير على حدة، وبالتالي إذا الوزير أو الحكومة رأت أن بعض الإجراءات من شأنها أن تسهل التنمية المحلية والمقاربة مع المواطنين فتمكن الولاة باش يقوموا بهذا العمل مكانهم. السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، ولهذا لابد تكون كما قلت لا مركزية تاع القرار، ولكن في المقابل تكون رقابة، لأن بطبيعة الحال لو ما تكونش رقابة ربما تكون فيها تجاوزات. توسيع الصلاحيات ومنح حرية اتخاذ القرار لا يعني تجريد الولاة من الرقابة الآلية. لا بد أن يكون هناك رقابة، سواء رقابة محلية عن طريق المجالس من الشعب الولائي، وهذه كان ديجا الرقابة، هذه يعني دورات في كل 4 دورات في خلال السنة تسمح للهيئة من الشعب الولائي من أجل يعني مراقبة كل هذه الخطوات اللي يقوم بها الولي. ونحن كهيئة تشريعية كذلك عندنا يعني ما يسمى بالزيارات الاستعلامية، وهذه من صلاحية من الشعب الوطني. تخلي الحكومة عن مجالات كانت مستأثرة بها سيفضي لاحقا بمشروع قانون يتعلق باللامركزية، قانون من شأنه تحيين أحكام تنظيمية تصب في مصلحة المواطنين بشكل مباشر.